لا بصراحة أنا كنت واصلة لمرحلة من اليأس إنه أنا بدي أشتغل لعيش بهالطريقة. كنا كتير واصلين لمرحلة من اليأس. إيه بس في عاملين كتير أساسيين اللي هن اللي خلوني. أول شيء محبة الناس، أنا كتير لله. كتير كتير دعموني الحمد لله أهل بلدي والناس اللي كانوا هون وقفوا كتير. جميل عندي أصدقاء لهلأ بفتح منشورات فيسبوك 2015 بشوف تعليقاتهم بنبسط من قلبي، مع إنه يمكن قطعت التواصل بيناتنا بس لسه أنا معزة بقلبي لأنه هن دعموني اللي أعطوكي هذا الدافع المعنوي. تماما جميل جميل. والدافع الأكبر زوجي لأنه هو العقل المفكر.